تعرف انا اريد ابقي الطوبه، اذا ما تلعب بهدوء تخسر اللعبه بمخك، فريدت العب الطوبه وابقي الطوبه، بس صعبه لانه البريس مان والباسات مان اليابانيين توب. ف تعرف شويه شويه ان شاء الله كلنا نتدرب على باقي الطوبه ونطبق فلسفي مان باسات ونسوي احسن. انا قلت ماكو منتخب في النهائيات سهل، يعني احنا يقول مثلا والله المنتخب الفلسطيني فقد حظوظ التاهل، بس اكيد ما يخالف، بس ما اتوقع انه راح يستسلم امام العراق، لا راح يظل يقدم مستوى جيد، يقول لك انا اقدم في صوره طيبه في هذه المباراه، يمكن اخرج مثل ما يقولون بوجه ابيض. ان شاء الله احنا الفرصه بيدينا، احنا اللي يعني نحاول انه نكسب المباراه ونتاهل ان شاء الله. هارد لك لفريقنا، هارد لك للشعب العراقي بصراحه، المهم انه قدمنا مباراه كبيره، اداء الفريق في تصاعد مباراه الى اخرى، اعتقد انه مباراه المنتخب الياباني اعطتنا دافع معنوي في سبيل انه نخوض مباراه فلسطين بالصوره الصحيحه. ان شاء الله رب العالمين يوفقنا ونبقى على هذا المستوى. عندنا كثير من اللاعبين لديهم اكثر من هذا المستوى اللي خاضوه امام اليابان. دعوه عامه للجميع، للجاليه العراقيه المتواجده في استراليا، في سبيل حضور المباراه امام فلسطين في سبيل التاهل للدور الثاني. الفريق الياباني فريق صعب للغايه، والفريق يعني فريقنا ما قصر اليوم، طبق واجبات المدرب. المدرب كاتر راوش نيشل يعني اضاف كثير للفريق، قاعد نشوف يعني تقدم في المستوى الفني. ان شاء الله نتوجه بتاهلنا ان شاء الله للدور الثاني. Yeah, almost, but anyway, we have to win every single match against, doesn't matter who against, because we have to achieve more high targets. So that's not more our point. We should go to next round or not. So just beat them. So just get 3 points for our next game. Thank you. Hello, Sultan. They know us how to play. So we couldn't make many chances. So yeah. It's another question. Difficult. What did you think of Mohamed Smaili, the left back for Iraq? Yeah, he's good. He aggressive. I didn't play well against him. Yeah. You want to face Emirates or Iran? Yeah. You want to face Emirates or Iran? What? Next round. I don't know. I cannot say that because we still have a game, next game against Jordan. Yeah, I can say maybe after next game. Not yet. Not yet. I know they play well, right? Yeah. So it's. Any good player you see in the team? No, I don't know yet. I will check from yeah.